السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في الفيديو رقم 2 من سلسلة تعلم الخوارزميات. اليوم بإذن الله راح نشوفه بتفصيل أدق واش شفنا في الفيديو السابق. مثلا دينا ليكزومبل تاع جمع عددين ولا خوارزمية جمع عددين. عندي هنا لالغوريثم اديسيون، عندي قلنا لي فاريابل هما A و B، سوسون دي فاريابل اونتيير. عندي ديبي لوغ A لوغ B، سي لو سوا A بلوس B، وعندي écrire C. الحاجة الأولى اللي راح نشوفوها اللي هضرنا عليها ديجا من قبل، قلنا اللي كان عندي مثلا جمع عددين تاع 5 بلوس 6، هنا واش نقول؟ نقول بلي هذو العددين ثابتين، ولا نقول بلي راح نستخدم دي كونستون. فوالا دي كونستون، فوالا أعداد ثابتة. عينيك هنا عبارة عن أعداد ثابتة، معنتها كي يكون عندي قيمة ثابتة ولا عدد ثابت في الخوارزمية نتاعي نحتاج لدي كونستون. صحيح، إذا كان عندي مثلا متغيرات كما هنا عندي A و B، يسموهم نقول باللي متغيرات ولا سوسون دي فاريابل. فاريابل معناتها متغيرات. كي نقول متغيرات معناتها راح تدي، مش راح تدي قيمه واحده، انت قد تدي 5 قد تدي 6 قد تدي اي فالور انت تعطيها لها، تتغير افيك لو طون، معناتها مع الوقت تقدر تتغير. معناتها كي نكزيكيتي البروغرام نتاعي ولا بخوميير فوا نبدل هذه فالور، نعاود نكزيكيتي بور لا دوزيام فوا معناتها نقدر نبدل هذوك لي فالور، نزيد الثالثه كيف كيف ياسي دو سويت. معناتها كل ما نبدل، كل ما نعاود نكزيكيتي ايه، نقدر نبدل ونمد دي فالور جدد. صح. الحاجة الثالثة اللي عندنا لهنا واش نلاحظ؟ نلاحظ بلي عندي دي مو كلي. كي نقول دي مو كلي معنتها كلمات مستخدمة من طرف البرنامج نتاعي ولا من طرف الخوارزمية نتاعي، اللي هما لي مو كلي. لي مو كلي ولا الكلمات المفتاح. كلمات المفتاح، هادو لي مو كلي كيفاش نديرو بهم؟ معنتها مثلا ديبي هنا، معنتها ما نقدرش ندير فاريابل ونسميه ديبي. باغ اكزومبل بالنسبة للكلمة هادو واش عندي؟ عندي مثلا ندو اكزومبل، عندي كلمة الغوريتم، عندي كلمة ديبي، عندي كلمة فان، عندي كلمة مثلا بوغ، عندي كلمة سي، عندي كلمة مثلا فار. دونك هادو هما هنا كامل كلمات ما نقدرش نستعملهم كمتغيرات ولا كأسماء لمتغيرات. صح. بالنسبة للمتغيرات اللي هنا عندنا، كل متغير واش عنده؟ فاريابل واش عنده؟ عنده زوج صوالح. الحاجة الأولى عنده تيب اللي هو قلنا نوع، وعنده الحاجة الثانية اللي هي قيمة. ولا فالور معنتها قيمة. كي نقول مثلا ندي ليكزومبل هذا وين تاع هنا A entier. A entier شنو هو؟ هو عبارة عن هنا عندي في الأنواع اللي هما لي تيب اللي عندنا، مثلا عندي كلمة اونتي. الحاجة الأولى اونتي، اونتي قلنا عبارة عن عدد صحيح. عدد صحيح معنتها ما فيش الفاصلة. صح. عندي النوع الثاني اللي هو ريال، عدد حقيقي. عدد حقيقي معنتها عبارة عن عدد اللي فيه فاصلة. عندي عندي لهنا، عندي بوليان. بوليان اللي هو نقدر نقولو قضية. قضية معنتها تدي زوج لي فالور اللي هما
vrai صحيحة صحيحة ولا تدي faux تدي faux جواب خاطئ ولا خطأ. ما أي حاجة ما أنت تدي زوج قيم تدي صحيح أو خاطئ ولا تدي مثلا 0 1 تدي زوج قيم أنت عندها زوج قيم عندها زوج احتمالات يا صحيح يا خطأ يا 0 يا 1 دونك واش نديرها نديرها عبارة عن تيب تاعها بوليان عندي النوع الرابع اللي هو عبارة عن شان دو كاركتير شان دو كاركتير اللي هي مجموعة من الحروف مجموعة من الحروف قادر بها تكون عبارة عن كلمة ولا جملة قادر بها تكون كلمة ولا تكون جملة اللي بحيث جملة هي عبارة عن عدة كلمات ما بيناتهم ديزي سباس هذه بالنسبة للأنواع قلنا شاك فاريابل واش عنده عنده نوع وعنده قيمه كي نقول مثلا نقول ا دو بوين اونتي هنا واش عرفت هنا عرفت النوع نتاعو برك معناتها قلت له غير تيب نتاعو هنا تيب هذه لوبيراسيون هكذا واش نسميها نسميها ديكلاراسيون ايه معناتها ديكلاريت ديكلاريت الملف الفاريابل نتاعي انا هذه هنا ديكلاراسيو بار كونتر كي نجي لهنا مثلا ونكتب ا وسوا مثلا 5 هنا واش عطيت له عطيت له قيمه معناتها هذيك لا فاريابل ا أنا عطيت لها قيمة لهنا واش نهضر نقول بلي هذه هنا عبارة عن افكتاسيون ايه ولا معناتها ادراج قيمة أنا عمرت فيها ايه لا سيزي تاع لوتيليزاتور اللي هي لهنا غير ان واش تسوينا تسوينا بالمثابة تاع مثلا ا رسوى حاجة راهي داخلة من عند لوتيليزاتور معناتها القيمة اللي راه مدخلها لوتيليزاتور الانسان كي نقول لوتيليزاتور كاين فرق ما بين لوتيليزاتور وما بين بروغرامر بروغرامر هو الانسان اللي راه يصنع في الالغوريثم هذه بار كونتر ليتيليزاتور هو الانسان اللي راح يستخدم هذا البروغرام اللي راح ديرو نتايا مثلا راك خدمت لوجيسيال تاع سوبيرات دونك انت خدمته بار كونتر الانسان اللي راح يخدم به ومش لازم يكون يعرف لانفورماتيك معناتها يكليكي على كذا على كذا على كذا دونك واللي تهمو تهمو النتيجه تاع واش راح يصرى في لافان دونك قلنا لهنا الالغوريثم تاعنا قلنا في توجور فيها واش فيها فيها دي كونستان فيها دي فاريابل فيها لي موكلي اللي معناتها ما عنديش الحق باش نستخدمهم في المتغيرات نتاعي ولا في الاسماء تاع صوالح اللي حنا نخدم بهم بالنسبه للمتغيرات اي متغير عنده زوج صوالح عنده النوع نتاعو اللي هو لو تيب وعنده القيمه نتاعو كي نهضر على النوع نتاعو برك ايه نهضر على لا ديكلاراسيون كي نهضر على القيمه نتاعو نهضر على حاجه اسمها لافيكتاسيون معناتها راني عمرت فيه قيمه بالنسبه لي تيب ولا الانواع تاع المتغيرات هنا كاين عده انواع تاع المتغيرات الانواع اللي يهمونا بزاف هما لونتي عدد صحيح ريال عدد حقيقي بوليان كي نقول معناتها قضيه ولا عباره عن متغير الذي يحتمل الصحه او الخطا معناتها حاجه اللي فيها فري ولا فو ولا زيرو اي وعندي شان دو كاركتر اللي هي عباره عن مجموعه من الحروف سواء كانت كلمه او جمله